يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع قصة جابر وجمله رضي الله عن جابر. قصته كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعرف بقصة جمل جابر أو قصة جابر. جابر رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا قصة وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك، ورواه غيرهما كالإمام أحمد وأبو داود. يقول جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، حينما تسمع رضي الله عنهما فاعلم بأن الصحابية ووالده من أصحاب رسول الله، وهناك من الصحابة من جمع لهم الشرف أن يكون الولد ووالده وجده كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها، وهذه الغزوة وردت تسميتها عند الإمام أحمد في مسنده، وهي غزوة ذات الرقاع. جابر رضي الله عنه وأرضاه حين القفول، والقفول هو الرجوع، ولذلك كانت العرب تسمي أصحاب الرحلة قافلة، تفاؤلا منهم بعودتها وقفولها. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فكان لي جمل. حينما كانوا راجعين من هذه الغزوة، وهي غزوة ذات اللقاء، كان له جمل، فأعيا هذا الجمل، أصابه التعب، فقال وهو مستاء لا يزال لنا ناضح صوت،
والجمل يقال له كذلك الناضح، والناضح لأنه يستعمل في استخراج الماء وفي سقي الأرض. وهذا الجمل ضعيف، فتخلف هذا الجمل بجابر في أخريات الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع يتفقد أصحابه، فقال حينما سمع الصوت: من هذا؟ قال: جابر يا رسول الله. وكان في مرة من المرات استأذن جابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. يعني لما الإنسان يطرق عليك الباب أو يتصل بك الهاتف يقول: شكون؟ ما يقولش أنا، قلت يقول الناس قريب. شكون قريب؟ قريب. شكون قريب؟ قول شكون. من الأدب إذا قيل من قل: أنا فلان، أو أنا فلانة بنت فلان. قريب ما إذا لم يتعرف من بالداخل على صوتك فسمي نفسك، يقول لك: شكون؟ قل: فلان. هذا هو الأدب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول الطارق أو المستأذن أنا، فالمستحب في حقه أن يعرف بنفسه إما باسمه أو بصفته. إذن قال: من؟ قال: جابر. قال: ما لك؟ ما لك مستاء؟ قال: أعيا جملي. فقال: أنخه. فأناخ جابر وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناخ يعني أبرك البعير ونزل، أبرك البعير ونزل معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ائتني بغصن، بغصن شجرة. فجاءه بغصن شجرة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل ودعا وبرك، أي دعا بالبركة، ونخسه وضربه، فقام الجمل، الجمل قام، فركب عليه جابر، وانطلق جابر والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته العظباء، وجابر على جمله. وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سريعة وجيدة. الجمل الضعيف الذي كان ضعيفا ولا يستطيع حتى أن يسير سيرا عاديا أصبح يسبق ناقة رسول الله، فيقول جابر: إني لأمسكه حتى أحدث رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جملك يسرع. قال: أصابته بركتك يا رسول الله. هذا الجمل قبل قليل كان ضعيفا، الآن أصبح قويا يسابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ جابر يسرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بل يلاطفه ويمازحه. قال العلماء: وهذا من أدب رسول الله ومن رحمته ومن لطفه ومن أدبه ومن تواضعه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان القتال وإذا كانت الشدة وإذا كان الخوف تجده في المقدم، في المقدمة، في الأمام. في يوم من الأيام سمع الصحابة رضي الله عنهم صوتا أفزعهم، ففاروا وفاروا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قادم قد سبقهم إلى الصوت من شجاعته
لينظر ماذا، فلم يجد شيئا، فرجع وهو راكب على فرس غير مسرج، فقال لهم لن تراعوا، اي لا شيء يدعو الى القلق والخوف. ويقول علي وغيره من الصحابه رضي الله عنهم كان اذا احتدم اللقاء وحمي الوطيس وكان القتال، الشجاع منا من يحادي رسول الله، الشجاع منا من يحادي، من يصل الى مكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الان الامن والامان اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مؤخره الجيش. لما يتفقد رعيته ويتفقد اصحابه وينظر في حالهم ويطمئن عليهم. هذا من؟ هذا سيد الخلق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم كما يقول هو صلى الله عليه وسلم. ولا فخر، أي ليس من باب الافتخار ولكن من باب الإخبار. رسولنا صلى الله عليه وسلم مع جابر في وصايات الجيش يقول لجابر أراك مسرعا، قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، إني حديث عهد بعرس، مثل بعض الزوج وهو يريد الرجوع إلى أهله. فقال يا جابر بكر أم ثيب، وفي رواية وضبط أبكرا أم ثيبا، أبكرا أي أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيبا، وبكر أم ثيب قال علماء تقديره التي تزوجتها بكر أم ثيب، فقال بل ثيب يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل أو أفل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي، من هو أبوه؟ أبوه هو عبد الله بن حرام، واحد من النقباء، كان نقيبا من سادات الأنصار، مات شهيدا في غزوة أحد. هذا ابنه جابر، جابر واحد من أصحاب رسول الله، وهو من المكثرين من الحديث. فهذا الصحابي يقول يا رسول الله إن أبي، يقصد عبد الله، مات وتركني سبع بنات، ترك له سبع بنات، وكان عبد الله بن حرام حينما كانت غزوة أحد قال لابنه جابر، قال إني أرى أني سأقتل في من يقتل من أصحاب رسول الله، بل وقال إني أرى أني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله. فقال له ولم أترك أعز عليها بعد رسول الله منك، الله أكبر، والله لقد وقفت وهو يوصل له، يقول له ما تركت أحدا أعز أحب إلي منك ولكن بعد رسول الله. المحبة الأولى هي لرسول الله، وأنت تأتي في المرتبة التي بعدها. هؤلاء أصحاب رسول الله. فقال له أوصيك في أخواتك، ثم قال له لي دين اقضه عني. جابر الآن مثقل بماذا؟ ببنات تركهن له والده، ودين تركه له والده. فأخبر جابر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال يا رسول الله إن أبي تركني سبع بنات، وهناك رواية
سيد يعني عاقلة أكبر منهن أكثر منهن تجربة، قال تغسلهن وتنشطهن، وفي رواية خارج الصحيحين تقصعها قبلهن وتخيط ضروعهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما فعل. فيأتي العلماء فيقولون أنه البكر هي الأفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا بكرا ألا بكرا تلاعبها وتلاعبها وتضاحكها وتضاحكها. وهل السيد لا تلعب ولا تضحك؟ نعم تلعب وتضحك، لكن قيل ربما، وهذا يكون غالبا من الحال، أن المرأة تتعلق بمن تزوجها أولا، وربما يتعلق قلبها بزوجها الأول، فيكون منها بعض الكراهية أو الوحشة للزوج الثاني، وربما أحبته لكنها لا تزال تذكر زوجها الأول، وربما لا هذا ولا ذاك، ليس مسألة محبة أو تعلق، ولكن سبقت عندها تجربة أثرت على قلبها فهي مثقلة بالهموم والأحزان. سبقت عندها تجربة، عندها مشاكل، فايت عندها مشاكل. إذا كان زوجها قد طلقها فهذا مشكلة، وإن كان زوجها الأول قد توفي عنها فهو كذلك من الهموم والأحزان، فربما هذا يؤثر عليها فلا تكون نشيطة مثل التي لم يمر عليها لا هذا ولا هذا. لكن إذا كانت هناك مصلحة فذاكم هو الأفضل، كما فعل جابر هنا وأقره النبي ووصف فعله بقوله نعم ما فعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول العظيم، نقول الرسول العظيم، وأنا أخشى وأخاف من كلمة الرجل العظيم والرجل العبقري. لما؟ يسوق إلينا بعض المفكرين وبعض الأدباء وبعض الفلاسفة وبعض من أوتي قلة من علم الدنيا أنه يقول بأن محمدا رجل عبقري. لا، ليس برجل عبقري، إنه رسول الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما دفعهم إلى قول هذا أشياء، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه مبعوث من عند الله، وأنه رسول، لأن العبقرية يوصف بها الناس الذين تميزوا على غيرهم من جيلهم، لكن هذا ليس تميز بالعقل، هذا وحي من الله عز وجل. فليدفعوا هذه الحقيقة ويدفعوا عن أنفسهم الكبر، أي قال له أنتم تقولون هذا الرجل ما شاء الله في وقت من الأوقات تحدث بحديث وافق ما وصل إليه العلم اليوم، وعنده أمور تحدث بها وأخبر بها أصحابه وقعت ولم تكن في ذلك الزمن، وأمور وحدث عن أمور مضت وهو لم يخرج من الجزيرة، يتحدث عن البحر ولم يركب البحر، يتحدث عن البرزخ ولم يرى، يتحدث عن أمور كثيرة، حتى لا يقال عنهم أنهم جحدوا كل هذه الحقائق. يقولون نحن لا نؤمن به بصفته رسول، ولكن نقول أنه رجل عبقري، ويفرح المسلمون بهذا الكلام فرحان، وسمع الشيخ يقول لك رجل عبقري، ومن بعد قال رجل عبقري، إنما ضلل نفسه وكذب على نفسه وهو في قرارة نفسه
يعلم بأن هذا ليس برجل عبقري، إنه رسول الله. إذن هذا النبي الذي يتحدث مع واحد من أصحابه في أخريات الجيش وينزل حديث نقول إحنا سيارة ديالو أصابها عضو ونزل يشوف معاه المحرك ويشوف العجلات هذا وهو قائد دولة وهو من أشراف الناس وهو رسول وهو وهو وينزل ينظر مع جابر في أخريات الجيش من الذي حل بجانبه ويساعده على تصريح العضو إن صح التعبير وبعد ذلك لا يتركه ويذهب بل يؤنسه ويحدثه ويسأله عن حاله وهذا ليس من تضييع الوقت بل هو من الأخلاق يسأل عن حاله يطمئن عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتبيعني جملك هذا بيعني جملك هذا قال لا يا رسول الله بل أهبه لك قال لا بيعيه قال لا جابر يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعنيه غفر الله لك لا بيعنيه غفر الله لك يقول جابر استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الليلة 25 مرة هذه من مزايا جابر استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 مرة هذه من فضائل جابر ثم قبل بأن يبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم تعطيني قال كذا قال تغبنني كذا أو إذا تغبنني اشمدني به كان بغي يعطيني الاعتبار قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك درهمين قال قلت له فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزيده وسيصل معه إلى ثمن سأذكره لكم إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين لا تدخلوا إلا ليلاً
لتستحد المغيبة وتنتشق الشعبة. هذا من أدب السفر، أن الإنسان إذا كان قد سافر سفرا بعيدا لا يأتي ويهجم على أهله، وإنما ينبغي أن يعلمهم بذلك، كأن يرسل رسولا أو أن يتضيف في الدخول حتى يسبق خبره إليه. والآن عندنا في هذا الزمن الوسائل التي تتيح لنا هذه السنة، أن الإنسان مسافر وغادي يجي، قرر أنه غادي يجي. طبعا إذا لم يكن أهله يعلمون الوقت الذي سيدخل فيه عليه، لما الإنسان إذا كان قال أهله أنا غادي نجي نهار الأربعاء في العشية، هذا كلام لا عيب فيه ولا نهي عنه فيه، ولكن الإنسان قال أهله غادي نجي نهار الأربعاء في العشية ثم تغير البرنامج وغيجي يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء يخبرهم، يتصل بهم يهاتفهم أو يرسل شي واحد يقول لهم دينا رجعين. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتستحد المغيبة وتنتشط الشاعثة. المرأة يعني زوجها ما كاينش، فهي لا تنتبه لنفسها، وإنما هي مع أولادها أو في شغلها أو في طبخها أو غير ذلك، فربما يدخل الزوج على زوجته على حين غرة فيرى منها ما يكره أو يشم منها ما لا يعجبه، فيكون بذلك قد أتى سببا من أسباب الكراهية بينه وبين زوجته، لكن لا يفاجئها بل يعلمها كي تغسل أو كي تستحد أو كي تمتشق أو تغير ثيابها. هذا يعني تستحد المغيبة وتمتشق الشعثة، هذا يعني إشارة إلى أهم ما يمكن أن يحصل، وإلا توجد أشياء أخرى تفعلها المرأة إذا علمت بأن زوجها خائن، وتفعل وتهيئ له ما يحب هو. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ستنفض أهلك أو زوجتك نمارقها. قال: ليس لنا نمارق يا رسول الله. والنمارق جمع نمرقة أو نمرقة، وهي الوسادة، ويقال لها المخدة، نقول نحن المخدة ونقول وسادة، المغاربة يقولون وسادة يقولون خدة، وسادة لأنها نتوسل عليها وإلينا، والمخدة لأنها موضع الخد من الوجه غالبا. والنمارق هي هذه الوسائل، ولذلك قال الله عز وجل في سورة الغاشية في الجنة العالية يوجد فيها ماذا؟ ونمارق مصفوفة. نمارق مصفوفة هذه من علامة النعيم ومن علامة الغنى. الصحابي هذا يقول: ليس لنا نمارق يا رسول الله. صحابي من أصحاب رسول الله ما عندوش من خد في الدار، شكون اللي ما عندوش من خد في الدار؟ ولكننا لا نستشعر النعمة ولا نحس بها ولا نراها ونزليها. هذا جابر يقول: يا رسول الله ليس لنا نمارق. قال له رسول الله: سيكون لكم. إشارة منه صلى الله عليه وسلم، إشارة منه إلى أن الدنيا ستفتح على هذه الأمة، وهو القائل: ما الفقر أخشى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولهذه الأمة: ما الفقر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم الفقر، سيغنيكم الله، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها. فقال: فتنافسوها، أي تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذا جابر يرجع إلى المدينة ويدخل على زوجته ويخبرها بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فارقه قال له: الكيس الكيس،
صاحبه الذي اشتراه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سبق جابرا، وهناك رواية أن جابر جاء وجلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه النبي. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عني فجئت. جاء يسلم البضاعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتظنني أنني ما كستك لآخذ جملا؟ هو لك، اذهب يا بلال واقضه، أعطه البوقية. قال فذهب معي حبة أعطاه المال والجمل. قال هو لك يا جابر، أتظنني أنني ما كستك؟ وما كسرني تشطر معه، بس كان تشطر معه، نعطيك غير درهم لا غير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكرم جابرا وهو يعلم بأنه محتاج وأن أباه ترك له دينا، لكنه أراد أن يحفظ له ماء وجهه. سأله هل يبيع الجمل؟ يقول جابر ولم يكن لنا جمل غيره، جمل واحد احتاج للعائلة. ما باع جابر، ما باع الجمل إلا لأنه محتاج. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لبقة أن جابرا في أمس الحاجة إلى المال، لدرجة أنه سيبيع جمله الوحيد وهو محتاج إليه هو وأسرته، بدليل أنه في الحديث يقول جابر فدخلت المدينة فلقيني خالي فأخبرته أنني بعت الجمل لرسول الله فلامني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاور خاطر جابر بأن أعطاه البوقية والجمل، بل وزاده بلال على الثمن الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلكم وصية رسول الله لبلال أن يوفي في العطاء. يقول جابر فما زالني من فضل رسول الله بركة، زمن طويل يقول هذه البركة التي زادنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفارق جرابي. عنده بحال واحد صارتي الزمعة إناء من جلد وفيه هذه البركة وما زال منها زمان وهو ينفق منها. وجاء أصحاب الدين، جاء الغرماء إلى جابر يطالبون بمالهم الذي كانوا قد أعطوه لوالده عبد الله، وهو يرى جابر بأنه عنده بستان في نخل، لكن هذا النخل لن يفي بالدين، فطلب منهم أن يؤجلوه فأبوا. فدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البستان فدعا وبرك في هذا المكان، قال فقضيتهم من هذا البستان وبقي لي شيء. كان هو لا يكفي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه قضى جابر الدين الذي كان على والده وبقي له شيء كثير. هذا الحديث فقط الاستماع إليه يزيد الإيمان ويزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف بذلك قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت إليه جارية وأرادته في مسألة فبقي، قال لها اختاري أي ستة من ستة المدينة حتى أذهب معك لأقضي حاجتي. وأمسكته جارية أخرى وجاء إليه أعرابي فيعني أطال معه الوقوف. كل هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ومن رأفته. هذا النبي الذي يساء إليه بأنه جاء بالحقد وجاء بالكراهية وجاء بالعنف ضد النساء وضد الأطفال و
مما يسوقه إلينا أعداء الإسلام من الداخل والخارج. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، سيد ولد آدم، أعظم رسول وأعظم نبي، أعظم من مشى على ظهر الأرض. نستفيد أنه يمكن أن يشترط الإنسان في البيع، هو بيع السيارة، بيع هذه، ولكن قد سافر بها وعزم الجمع بها أو احتجر فلان. وكذلك إذا اتفق الإنسان مع غيره على ثمن، تفقت مع شي واحد وقلت كان الشطر معاه تاخذي ثمنه تنقول له مزال وانا ارى انه لا يزال محتاجا، درت معاه 2000 ندير التفجير نقول شحال درت معاه 2000 هاي هذه البركه هي منين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن كان مسامعا في البيع وفي الشراء بالرحمه، ودعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابه. دخل من الوقت، نسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير ويبعدنا عن كل شر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين او قلب من ذلك. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ملك البلاد وأمينها لطاعتك ولما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى الخير، اللهم أقر بين قبول عهده، واشدد أسره بأخيه الرشيد، ووفقه وأسرته وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح للعباد وخير للبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.